اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه السلسله الخاصه من حلقات نخصصها من برنامج شهاده للتاريخ للحديث حول ذكرى ثوره الثلاثين من يونيو في الحلقات السابقة تحدث ضيفنا الكريم حول مجموعة من النقاط المهمة المرتبطة بملابسات كثيرة سبقت هذه الثورة وبعض الأمور المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين وكيفية ظهورهم على الساحة أثناء ثورة يناير ضيفنا الكريم اكد انه ثوره يناير واحده من الاحداث المهمه في تاريخ مصر، هي ثوره بامتياز لكن تطورات الاحداث كيفما تبع الكثيرون منا جعلت الاخوان يتصدرون المشهد بشكل او باخر ثم جاءت فتره حكم الرئيس محمد مرسي بتبعاتها. واحده من النقاط اللافته للنظر في الحلقه الاخيره التي شرفنا فيها مع ضيفنا الكريم هي كيفيه التعاون مع المخابرات الايرانيه، كانت هذه نقطه الختام في اخر هذه الحلقات. مباشره نستكمل معكم الحديث في هذا السياق وادعوكم للترحيب بضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الاستاذ جمال حسين، الكاتب الصحفي بالاخبار. اهلا بيك استاذ جمال اهلا بيك يا استاذ احمد سعداء بوجود حضرتك خلينا نؤكد على هذه هذا المعنى مره اخرى وجودك في هذه الشهاده المهمه وذكر مشاهدينا الكرام أن شهاده الاستاذ جمال تنطلق من واحد من كتاباتها ومؤلفاته التي صدرت العام الماضي وهو الطريق الى 30 من يونيو اسرار وخبايا الشهاده يعني شكل من أشكال الترتيب لها جعلنا فصول الكتاب هي المحاور الأساسية التي ننطلق منها للحديث حول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو وخاصة العام الذي سبق هذه الثورة أهلا بكم مجددا أستاذ جمال وانتهينا في الفترة السابقة حديث حضرتك على أنه كان هناك تعاون بين المخابرات الإيرانية وجماعة الإخوان المسلمين أو هل ما اعرفش التوصيف هيكون دقيق مع الرئيس محمد مرسي بشكل مباشر ولا الجماعه بشكل عام حتى انا سالت حضرتك يعني اليس من المستغرب يعني هذا التعاون ما بين يعني جماعه لها وصول فكريه مرتبطه بالسنه في حين انه طبعا ايران شيعيه التفكير او شيعيه المذهب يعني استاذ احمد جماعه الاخوان تتعاون مع الشيطان في سبيل الوصول للحكم وتعاونت مع عدد كبير يعني جماعة الشيطان جماعة الإخوان تعاونت مع يعني أنا سميته في الكتاب الفريق القومي للإخوان <applause> نعم يعني جماعة الإخوان تعاملت مع الفريق القومي للخيانة الفريق القومي للخيانة جهاز أجهزة استخبارات قوى إقليمية قوى دولية لدرجة أنه تعاونوا مع إسرائيل وحاولوا ان يبيعوا جزء او يست... يتنازلوا عن جزء في سيناء لصالح ال... يعني القضيه ال... 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 لاسرائيل يعتبر بس يعني. الكلام ده اثير حاولوا كلام كثير يا استاذ جمال انه كلام مرسل. يعني لا مش كلام مرسل ده أكدوا... اكدوا رئيس السلطه الفلسطينيه عباس ابو مازن في اكثر من مره اكدته الاجهزه الامنيه وزاره الدفاع ال... بقياده الرئيس عبد الفتاح الفريق اول عبد الفتاح السيسي في هذا الوقت اصدرت قرارات مهمه جدا بمنع التنازل او بيع او اي شيء يتعلق بالاراضي في سيناء كل ده لانه كان الهدف من ما يحدث على الخريطه الكونيه اللي استهدفتها مشروع الشرق الاوسط الجديد اللي كانت خططت ليه كونداليزا رايس انه يلاقوا مكان للفلسطينيين عشان يوسعوا للاسرائيليين فده يعني عاوز اقول ان جماعه الاخوان تتحالف مع الشيطان تحالف طيب. مع هذه الواقعة تحديدا حضرتك قلت انه قائد المخابرات الايرانيه دخل سلمان. مصر أوه. متنكر في زي سائح, سائح. المعلومه دي يعني حكر على حضرتك ولا اثيرت في هذا التوقيت هذه آه. المعلومه انا اعرفها من اجهزه امنيه ولدرجة أن الأجهزة الأمنية رصدت في هذه الفترة وصل مصر عدد كبير جدا من السياح الإيرانيين آه وشفنا منطقة الحسين أصبحت مزار آه وجه الرئيس الإيراني وتعمل له احتفالية عظيمة وخرجت ال 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 كل الناس وزاره الرئيس الإيراني ممكن تأتي في سياق التعاون مع دول الرئيس يعني مرسي زار طهران الرئيس آه أحمد نجاد وقتها كنا نزور القاهره يعني تحت مسمى التعاون بين الدول تعاون بين الدول لكن لو رصدنا في احد المكالمات اللي تمت بين الظواهري مع الرئيس محمد مرسي في احد المكالمات وهذه المكالمات مسجله ومحفوظه لدى الاجهزه الامنيه السياديه ان في احد المكالمات فكان الزواهري بيقول له خلي بالك او احذر من دول الخليج فقال له عشان كده انا هميل للجانب الايراني <applause> لان الجانب الايراني هو بعبع الخليج فهو ارتمى في حو... يعني يعني عمل اتصالات مكثفه للحد من سيطره الدول الخليج دول, على دول الخليج لانه كان يشعر ان دول, الخليج يعني. ب... للضغط على دول الخليج على يعني لانه كان عارف ان دول الخليج العربي بس... وخاصه السعوديه والامارات والكويت هذه الدول كانت مؤيده ومعضده لمصر ضد الاخوان يعني حضرتك عايز تقول انا مش عايز احط الكلام على حضرتك فضل. بس برضو يعني فضل. لكن فضل. انت تعيد تنقيح الكلمات يعني توجه الرئيس مرسي في هذا التوقيت إلى إيران لم يكن بغرض فكرة التعاون بين الدول والبحث عن علاقات ثنائية بقدر ما كان هو أحد الكروت للضغط على الدول, على الدول العربية العرب. في الخليج العربي المؤيدة لمصر وده يعني ثابت من المكالمة التي اجراها الرئيس مرسي مع الظواهري والظواهري كان زعيم تنظيم القاعدة اللي العالم كله كان بيبحث عنه كانت امريكا رصدة حوالي 50 مليون دولار لمن ياتي براسه. طيب برضو ياتي السؤال كانت جماعة الاخوان او رئيس مرسي عايز ايه من المخابرات الايرانيه او من هذا القائد في المخابرات الايرانيه؟ هم فهموه ان لا امان لاستقرار جماعة الاخوان في الحكم الا اذا كان لها ظهير قوي او جيش ثوري على غرار الجيش الثوري الايراني او الحرس الثوري الحرس الثوري الايراني الحرس الثوري ده كان التجربه المهمه اللي هم حبوا يعملوها وحبوا يعملوا ميليشيات عسكريه وبالفعل أرادوا وكونوا ميليشيات من الناس اللي هي خارجة من السجون وكان لهم عدد كبير من الميليشيات وكانت بتتدرب وأرادوا أن ينشئوا لها مراكز تدريب في سيناء ومراكز تدريب على الحدود الغربية المتاخمة لليبيا فهم كان تجربة الحرس الثوري الإيراني وده يمكن اللي كان في المكالمات المرصودة لظواهري أنه قال له اعمل على غرار الحرس الثوري الايراني قال له لا تامن الجيش المصري ولا تامن الشرطه المصريه لانه دول مش هيكونوا سندين لنظامك وهيحاولوا يوقعوك وتخلص من عدد كبير يمكن لما هيجي الحديث عن هذه المكالمات هنقولها بالتفصيل ويمكن المشاهد الكريم هيلاحظ قد ايه بئر الخيانه اللي كان موجود في جماعه الاخوان انهم يتحالفوا مع اي حد يعني المفروض ان في هذا الوقت كان العالم كله بيطارد تنظيم القاعدة تنظيم الدموي اللي هو ارتكب العديد من الجرائم الدموية في العالم كله أول حاجة كان لأول اتصال كان لمرسي مع تنظيم القاعدة طيب لكي تكمل الصورة أستاذ جمال حد ممكن يقول لحضرتك ده فيما يتعلق بوجهة نظر الإخوان ماذا عن إيران؟ يعني كان إيه شكل الاستفادة منها وهي ترى أيضا في الفكر السني أو السلفي شكل من أشكال المناوئة لها بلاش أقول العدو يعني خلينا في هذا التوصيف الأخف خلينا نقول أمر واقع وثابت أن إيران تبحث بكل ما تملك من طرق إلى تحسين علاقاتها مع مصر وترى في مصر ان يعني البلد المهم في منطقه الشرق الاوسط، ان يجب ان يكون لها علاقات مهمه وعلاقات مستمره وعلاقات قويه مع مصر، ويمكن بنشوف ده بمحاولات عديده على المستوى الثقافي، على المستوى السياسي، على المستوى القوى الناعمه، يمكن انا تلقيت العديد اثناء عمل رئيس تحرير، تلقيت العديد من الدعوات تحت اي مسميات. <applause> لزيارة إيران وأهداف كلها أهداف سامية والحقيقة كنت برفض هذه الدعوات لم أزر إيران على الإطلاق وشفنا يعني أديهم بيحاولوا بكل ما أوتوا من قوة واستغلوا الفرصة دي وقال لك خلاص إذا كانت يعني السياحة انضربت في مصر فأنا جماعة الإخوان قالت لك أنا استعيد بالسياحه الايرانيه للحصول على الدولار والعمله الصعبه اللي كان في هذا الوقت كانت مصر عايشه في أزمة نتيجة أحداث الشغب وأحد نتيجة الفوضى وعدة نتائج والسياحة انقطعت مورد أساسي فكانت السياحة الإيرانية ويمكن شفنا في هذا في هذا التوقيت يعني كانت سرب الطيران أو خط الطيران مفتوح للسياحة الإيرانية طيب هنا ممكن أحد من المشاهدين اللي ربما يكونوا صغار السن يسألك ما المانع أنه تتحسن العلاقات بين القاهرة وطهران؟ طهران لها أهداف كثيرة في منطقه الشرق الاوسط م. عشان تتحسن العلاقات مع القاهره لا يجب ان تكون ايران لها علاقات محسنه يعني ما ينفعش ان ايران بتعمل مخابراتها تسعى فساد في كل المنطقه العربيه م. واحنا والدول العربيه اشقاء وتربطنا علاقات اخوه وصداقه وعلاقات دفاع يعني بنشوفها في كل مكان، ايران تستهدف السعوديه، ايران تستهدف دول الخليج، ايران تحتل بعض الجزر في دول الخليج، ايران بتصر على احداث قلاقل حتى تكون القوى العظمى في الخليج، فايران لن ياتي منها خير وان كانت تحاول تسعى ان هي تكون موجوده في مصر ده ده على حساب دول الخليج لكن اذا كان العلاقات الجيده والحسن واثبتت حسن النوايا فلا مانع من ذلك دعني هنا اشير اشاره بسيطه وبرضه حرك لك التعقيب ان هنا بعض المحللين السياسيين بيروا انه ايران او سياسه ايران تجاه المنطقه العربيه ربما هي بتسعى للهيمنه بشكل او باخر أكيد. وايضا من خلال فكره تصدير مفاهيم الثوره الايرانيه اسحرك ليك ده فعلا يعني بعض المحللين السياسيين بيذهبوا الهيمنه على المنطقه هي تريد الهيمنه الهيمن على المنطقه وتصدير الثوره ويمكن شفنا في اقتحام السجون ان لقينا ناس من المخابرات الايرانيه كانت متورطه في اقتحام السجون مع الجماعة بتوع حماس والجماعة بتوع حزب الله في لبنان وشفنا نبيل شهاب اقتحام السجون يا استاذ جمال هذه المساله يعني ادانه للدوله المصريه اكثر منها يعني تبرئه ليها لا طبعا مش إدانة يعني فكره انه اين كان المسؤولون عن تامين البلد بشكل او باخر البلد كانت في حاله فوضى عارمه م. وكانت المشكله ان الدنيا كلها هايصه ما فيش يعني يعني ما كناش ما كانش في بلد الناس جت عبر الحدود اقتحمت الانفاق كلها في وقت واحد جماعه حزب الله جا جماعه حماس جماعه حزب الله كلهم دخلوا مسلحين مع الكوادر الارهابيه اللي كانت موجوده في سيناء واقتحموا وقابلوا ناس كتير وعملوا عمليات ارهابيه فكان في هذا التوقيت في حاله رخوه من في الشرطة وفي المنطقة الحدودية فدخلوا وتوجهوا مباشرة قاصدين سجن وادي النطرون ليه عشان الإفراج عن أتباعهم وكان الهدف الأول اللي الجماعة بتوع حماس خدوا أنصارهم من من سجن وادي النطرون وجماعة بتوع حزب الله خدوا ناسهم وخرجوا وعملوا مؤتمر صحفي في لبنان شفناه شفنا, شفنا أه. شهاب عمل مؤتمر صحفي واعلن انه تم يعني تحريره وبالتالي جماعه الاخوان حررت أه. كل المكان اللي كانوا مقبوض عليهم في هذا الوقت بعد اقتحام السجون يمكن شفنا اقتحموا السجون بشكل عنيف جدا. في السياق ده نذكر انه اعتقد تقريبا المصري اليوم اجرت احد الحوارات مع احد الذين خرجوا من السجون يا يعني اما في فلسطين المحتله او او لبنان ربما يعني يا في غزه يا في لبنان لم تكن نبيل شهاب لكن برضه في ذات السياق لانه يعني كلام حضرتك بيفتح اسئله كثيره جدا وارجو ان تسع صدرك بها يعني في السياق ده اثير احاديث كثيره جدا على انه مساله فتح السجون كانت خطه يعني معده سلفا من النظام السابق فمدى المعلومات المتوفرة عند يعني أنا لا أعتقد كده لأن أنا يعني في هذا التوقيت كنت قريب جدا من وزارة الداخلية وكنت شايف قد إيه وزارة الداخلية بتحاول تبذل كل طاقتها لمنع اقتحام السجون وإلا كان تم اقتحام كل السجون المصرية ما تم اقتحامه عدد السجون اللي تم اقتحامها حوالي 14 سجن، احنا يعني عندنا عشرات السجون لم يتم اقتحامها وكانت حصلت حالات ثوره داخليه من المساجين وحاولوا يخرجوا ولكن لم يجدوا الدعم الخارجي المنوط باقتحام اقتحام هذه السجون، لكن السجون اللي تم اقتحامها نعم وسجن ابو زعبل والا لماذا لم يقتحموا منطقه سجون طره؟ اقتحموا ليه وادي النطرون اقتحموا ليه ابو زعبل هم كانوا مستهدفين اقتحموا ليه سجون الوادي الجديد دي السجون اللي كان فيها القيادات فيه الاخوان والسجون اللي كان فيها انصار آه حزب الله وانصار جماعه حماس دول اللي هم كانت مستهدفه عشان كده كان الناس قتلت وفي عندنا شهداء لما يكون صحيح. لما استشهد وكيل مصلحه السجون ونائب رئيس مدير مباحث السجون واستشهد عدد كبير من الناس قومه لكن يعني كانت المفاجاه صعبه طب احنا اتفقنا مع حضرتك ان احنا تكون عناوين كتاب حضرتك اللي بتقدمه شهادة لله وللتاريخ حول هذه الفتره العناوين هتكون احد يعني اللي بننطلق منها بس اذا أذنت ليه مش هنمشي بالتسلسل يعني أوكي. انا اختار بعض العناوين ربما تكون مرتبطه بحديث حضرتك فاذا اخترنا هذا العنوان هدهد هد في مكتب وزير الداخليه طالما احنا بنتكلم عن وزاره الداخليه ما, ما الذي في هذا الفصل هدهد ده حدوته حدوته يعني غريبه جدا لما يعني جماعه الاخوان ركبت الثورة المصرية في 2011 كان هدفها الأول الانتقام من وزارة الداخلية ومن ضباط وزارة الداخلية لأنه هم دول اللي كانوا يحبسوهم واللي كانوا بيقبضوا عليهم فكان في تار بين جماعة الإخوان وال الداخلية أول حاجة عملوها في بداية عدوهم قال لك نعمل استهداف الأمن أمن الدولة قال لك أمن الدولة ينتهي وقعدوا عملوا محاولات والاخر نجحت محاولاتهم الى الغاء اسم امن الدوله مباحث امن الدوله واستبدالها بالامن الوطني وكانت مذبحه ضباط امن الدوله في اول حركه أجرها اللواء منصور عيسى هو وزير الداخليه وضغطوا عليه عشان يشيلوا اسماء بعينها قيادات بعينها القيادات اللي كانت دايما بتقبض على جماعه الاخوان اللي كان في بينهم تربايت الحقيقه كان تم ساعتها سميت هذه الحركه بمذبحه أمن الدوله وتم الاستبعاد او الاطاحه بعدد كبير من رجال مباحث امن الدوله هؤلاء كانوا خبراء في الجريمه المعلوماتيه وخبراء كبار جدا خرجوا من وزارة الداخلية تلقفتهم الدول العربية وفتحت لهم أبوابها واشتغلوا مستشارين في عدد من الدول العربية ويعني ربنا أكرمهم من أوسع الأبواب كما يقال بعد كده لكن لو منصور عيسى هو يبارك هذه الخطوة لا أجبر على هذه الخطوة هو لم يبارك هو كان حاول وحاول بكل ما يملك لكن كان في هذا التوقيت التيار صعب جدا الإخوان يساندهم القوى الثوريه القوى الثوريه كانت في هذا الوقت يعني 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 شبه ان هي بتتهم وزاره الداخليه بقتل الثوار وبعد كده التحقيقات اثبتت ان يعني القناصه اللي كانوا موجودين اعلى ميدان التحرير كانوا من الاخوان وهكذا لكن تلاقت القوى الثوريه والائتلافات الثوريه مع الهيمنه اللي كانت او الـ او الـ القوى الضاغطه الاجنبيه من اجهزه دوليه وقوى دوليه وامريكا وكده فقالوا طب انتوا عاوزين ايه عاوزين امن الدولة نطهرها طب معلش عشان الجملة اللي فاتت ديت لانه واحدة من الاشكاليات التي ربما لم تحسم حتى هذه اللحظة بشكل او باخر لانه بتتسعرها تتسارعها افكار كثيرة او تتجاذبها اطروحات كثيرة حضرتك بتقول ان التحقيقات اثبتت أثبت. انه القناصة كانوا اخوان اه طبعا كل التحقيقات اجرتها التحقيقات التي اجرتها الدوله والتحقيقات التي اجرتها النيابه والتحقيقات والاستماع لشهادات الشهود التي اجرتها محاكم الجنايات كلها واللي كان فيها متهم فيها عدد كبير من قيادات الدولة دولة مبارك ورموزه وكان متهم فيها مبارك ورموزه ووزير الداخلية ورئيس الوزراء في هذا الوقت كل الوزراء عشان كده معظمهم أو كلهم خرجوا براءات في هذه القضية لأنه لم يثبت من التحقيقات أن الداخلية أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية المصرية أو هو الجيش هنا هو أطلق الرصاص على المتظاهرين هو هنا ربما يعني بعض الأطراف ما بتتهمش الداخلية بشكل مباشر لكن القناصة في رأي البعض لا تزال علامة استفهام أو مجهولة الهوية القناصة كانوا مرتزقة من الخارج وكانوا من بالتحديد بعضهم من حماس وبعضهم من حزب الله وبعضهم من قيادات وزاره الداخليه والقيادات الارهابيه المتواجده في سيناء اللي جم لما اخترقت الحدود وجم من سيناء ودول يعني تم القبض عليهم تم القبض على اجانب او م. في موقعة في السيدة زينب شقة كان فيها عدد من الاجانب دول كانوا قناصة الثورة لا زالت حبلى بالكثير من الاسرار, الأسرار لم تظهر م. واعتقد ان شاء الله هتظهر كل هذه الوقائع وفي ناس محبوسة بتهمه القنص وتم القبض عليهم وكان في اعترافات بهذا وعشان كده الناس القيادات الامنيه والنظام رموز نظام مبارك كلهم خرجوا براءه واخذوا. براءة المعنى ده احنا اكدنا عليه في بدايه شهاد حضرتك انه حديثنا معاك بمثابه شهاده, شهادة ليس تاريخ. بتأكيد يعني ربما يستعين بها التاريخ شهاده امام الله انا اشهدها لان انا يعني كنت قريب وكنت شايف م يمكن انا عاوز اقول لحضرتك ان انا شفت كمان الناس اللي اتقبض عليهم في عماره البغل في السيده، وكان منهم حوالي ثلاثه او اربعه اجانب، وكان فيهم ناس من التنظيمات خارجيه، الناس دي كلها جت في هذا الوقت، مصر كانت يعني بؤرة في حالة سيوله في حالة سيوله، كان كل اجهزة المخابرات العالميه موجوده في ميدان التحرير، سواء الاجنبيه او المحليه او الاقليميه او الدوليه، وكان في يعني ناس كثيره مصلحتها ان مصر تسقط في هذا التوقيت. عشان كده كا يعني كان كل حاجه مباحه الحقيقه. طيب. في, ال في وكان كمان الحقيقه كانت الشرطه اصبحت ضعيفه. ما كانش في سيطره حتى لا على الحدود الجنوبيه ولا على الحدود الشرقيه ولا على الحدود الغربيه. طيب نعود الى هدهد. تمام. طيب. آه هدهد ده كان آه مجرد ان آه الاخوان مسكوا الحكم. ارادوا انه آه يعني لازم وزاره الداخليه تكون في ايديهم ف يعني جرت اجتماعات في مكتب الارشاد وقالوا نخلي نعين محمد البلتاجي وزير الداخليه فساعتها يعني الراي الجامعي لجماعه الاخوان قالوا بلاش محمد البلتاجي إن ده هيعمل لنا ازمه مع الداخليه وهيعمل لنا ازمه يعني احنا في غنى عليها لغايه لما الامور تستتب في ايدينا كويس البديل ايه قال لك خلاص نعين آه ايمن هدهد مستشار للرئيس المستشار الامني للرئيس ويكون مقره فين في وزاره الداخليه وبالفعل اصدر محمد مرسي قرار بتعيين ايمن هدهد وده كان خريج كليه زراعه ايمن هدود فكان التعليمات من مكتب الارشاد لايمن هدود ان انت وزير الداخليه الفعلي ان انت تدير وزاره الداخليه مع اللي هو محمد ابراهيم لكن ايمن هدهد كل مؤهلاته حاصل على بكالوريوس لكنه وخرج سجون يعني كان خارج من السجون آه في لكن مالوش في اي آه لا علاقه له شغل بملف الامن على الاطلاق لان هم م. كانوا عاوزين الاول محمد البلتاجي يبقى وزير داخليه والعريان يكون وزير دفاع يعني ده, ده كان مخطط جماعه الاخوان في البدايه اللي هم يعني هم بنفسهم اجلوه فجابوا ايمن هدوء في وزاره الداخليه وقالوا له ان اللي هو محمد ابراهيم ما يمضيش قرار ولا ياخد اي قرار الا باذنك وبالفعل اول أو هنا كان اللواء منصور عسوي لا كان في هذا التوقيت اللي هو محمد منصور عيسوي كان خلاص اللواء منصور كان انتهت فتره فتره, فترة وكان في التوقيت في التوقيت ده اللواء محمد ابراهيم م. هو اللي كان وزير داخليه اول ما جه ايمن هدود في الوزاره حصل حاله يعني غضب من قيادات وزاره الداخليه لانه شافوا قالوا بالظبط بالنص كده يعني انا كنت موجود وشفت ايمن هدود واختار الطابق السادس اول حاجه عمل خناقه على المكتب قال انا هقعد في الدور السادس اللي هو فيه اللي هو محمد ابراهيم <applause> طب ازاي ده الدور السادس كان كله مخطط في لازغلي اللي هو محمد ابراهيم اللي هو وزير الداخليه <applause> والمكتب الفني المهم اصر انه يكون قريب من وزير الداخليه وبالفعل آه تم آه عمل مكتب له في الطابق السادس وكان يجي اول ما بيجي آه اذكر موقف طريف وهو جاي جاي بالعربيه بتاعته فمش عكس الاتجاه في منطقة وسط البلد فعلى بوابة وزارة الداخلية ديوان الوزارة وهو داخل فداخل هم بيعتبروه واحد مدني مم. وقف اتخانق مع الحرس ازاي الحرس ما يدهوش التحية العسكرية مم. وعمل أزمة شديدة جدا وكان يعني اللي هو محمد إبراهيم من الـ الـ الوزراء العاقلين الهاديين فيعني في احتوى الموقف وقال له ما يعني التحيه العسكريه اللي تعطى الا للعسكريين وكده. بعد كده قال كانت الصدام ان هو جاي عشان الخطاب الاعلامي. وبدا الصدام مع الاداره العامه للاعلام والعلاقات وبالتحديد مع اللواء هاني عبد اللطيف اللي هو كان المتحدث الرسمي لوزاره الداخليه. راح للواء هاني عبد اللطيف وقال له الخطاب الاعلامي مش عاجب ست الرئيس قال له طب يعني ايه يعني معنا؟ احنا بنعمل بيانات بالاحداث اللي بتحصل م. قال له لا انت يعني البيانات لازم تتكتب بشكل ما يبينش ان الاخوان دعاة عنف ولا بيعملوا عنف ولا الكلام ده وكمان في جمله اعترض عليها سياده الرئيس قال له جملة ايه؟ قال له يا سيادة اللواء هاني عبد اللطيف انت مع نهاية كل بيان اعلامي بتقول وتناشد وزارة الداخلية كافة القوى السياسية اعتبار مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ده بالنص يمكن نص الجمله تناشد وزاره الداخليه كافه القوى السياسيه بان تضع مصلحه مصر فوق كل اعتبار هذه الجمله كانت جمله ثابته ختام كل بيان في ختام كل بيان اعلامي للمتحدث الرسمي قال له طب يعني ده دي حاجه كويسه ان بنناشد الناس كلها تكون يعني تراعي مصلحه قال له لا سياده الرئيس بيقول لك نستبدل الجمله دي ونخليها وتناشد وزاره الداخليه كافه القوى السياسيه والشعب المصري بمسانده الشرعيه والحفاظ على الاستقرار م. في البلاد م. نستبدل هذه الجمله بهذه الجمله ودار لغط شديد في بين ايمن هدود وبين اللي هو ايمن آه اللي هو هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي واصر اللي هو هاني عبد اللطيف عدم استبدال هذه الجمله واحتكموا للي محمد ابراهيم وزير داخلية اللي هو ايد آه الجمله جملة جملة الاولى واستمرت طبعا دي حاله غضب وساعتها ايمن هدود اتصل باحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس وقال قال له انه حصل كلاش بينه وبين اللواء هاني عبد اللطيف واتصل اتصل محمد مرسي بوزير الداخليه وقال له انا يعني ايمن هدود ده انا انا في وزاره الداخليه انا كرئيس جمهوريه ده الراجل ده بتاعي انا <applause> وعشان كده كان هو دايما بيطلع على الاخطارات اللي بتيجي من كل المحافظات <applause> وكان الوزاره الداخليه بتعمل حاجه يعني جميله جدا كان في اخ اختارات مهمه لما حسوا ان هو بياخد الاخطارات دي ويبعتها لايمن عبد الع... احمد عبد العاطي في القصر الجمهوري احمد عبد العاطي يبعت هذه الاخطارات صوره منها لمكتب الارشاد في المقطم، مكتب الإرشاد لدرجة إنه عرفوا بعض الأسرار الخاصة بالعمليات اللي بتعملها قوات الشرطة في سيناء وتم تسريبها ويمكن عشان كده حصلت بعض الأعمال الإرهابية ضد رجال الشرطة والجيش بسبب أيمن هدهد، وده ده كان أيمن هدهد اللي هو كان يعني بؤرة داخل وزارة الداخلية وعمل العديد من المشاكل ولغاية لما ربنا يعني انقشعت الغمة ومشى أيمن هدود واتحبس حاليا حتى في تقارب. على ذكر مكتب الإرشاد في بعض الفيديوهات التي سربت الرئيس مرسي كان يتحدث مع قيادات الجماعة حول بعض الشؤون الخارجية أو العلاقات مع أمريكا لا أذكر لكن أعتقد الفيديو موجود يعني اللي هو محمد ابراهيم كان وزير الداخليه في حكومه هشام قنديل. بالظبط مش كده برضه؟ بالظبط اه اذا آه كان لحضرتك يعني تدي المشاهدين برضه بعض المعلومات آه كيف تم اختياره؟ هل بقى ايضا رشح آه بشكل او باخر آه من قبل يعني آه قيادات في وزاره الداخليه على الرئيس مرسي ام آه كيف جاء ترشيحه خاصه انه حرك ذكرت انه كان في فكر الاخوان والمسؤوليه عليك يعني او العهد عليك كان هناك نيه لتعيين محمد البلتاجي وزيرا للداخليه ده ده مؤكد يعني محمد ابراهيم تم تعيينه ازاي؟ بدات وزاره الداخليه في البدايه كان منصور عيسى وبعد منصور عيسى كان محمود وجدي دكتور عصام عصام شرف اه وبعده اللي هو محمود وجدي وبعدين اللي هو محمد ابراهيم يوسف كان عندنا اثنين اللي هو محمد ابراهيم يوسف وزراء داخليه أه. محمد ابراهيم يوسف كان وزير داخليه الاول وبرضه اشتبك مع مرسي وخناقه كبيره اطاحت به.. يمكن اللي هو محمد ابراهيم يوسف اطيح به من وزاره الداخليه بسبب حركه الشرطه ودي قصه برضه يعني غريبه يعني اتمنى ان المشاهد الكريم يعرفها ال لو حضرتك عايز تقولها يعني محمد ابراهيم يوسف كان في شهر سبعه بتتعمل حركه الشرطه، م. حركه الشرطه بيعد ليها من شهر خمسه. في هذا العام كان العام الاخواني العام الاسود ده. فوجئ اللي هو محمد ابراهيم يوسف باتصال من محمد مرسي رئيس الجمهوريه بيقول له الكلام ده كان في يوم 22 شهر 7 الحركه المفروض بتعلن يوم 23 او يوم 24 وتنفيذ الحركه بيتم 1 8 فاحمد عبد العاضي قال له معالي الوزير الرئيس هيكلمك كلمه قال له محمد ابراهيم يعني اجل الحركه شويه المفروض حركه شكر الشرطه دي حسب القانون لا تؤجل <applause> قال له فندم احنا المجلس الاعلى للشرطه خلص الحركه وانتهى منها واحنا بصدد عشان تنفذها قال له لا استنى شويه وبعدين عاوزك تجيبها له وتيجي ودي سابقه لم تحدث في تاريخ الحكم في مصر ان مفيش رئيس جمهوريه بيطلع على حركه شرطه لان حركه الشرطه دي حاجه يعني داخليه في جهاز الشرطه قال له لا هات حركه شرطه وتعالى فاللواء محمد ابراهيم يوسف محمد ابراهيم يوسف خد حركه شرطه وراح على الاتحاديه وكانت جلسه ثلاثيه حضرها مرسي واحمد عبد العاضي وكانت في رمضان في شهر رمضان ومحمد ابراهيم يوسف وحط له على الترابيزه الحركه قعد يقرا 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 ومعاه ورق ثاني كده يبص فيه <applause> كان في اسماء جايه له من مكتب الارشاد الناس دي تخرج من الداخليه او تطلع معاش يعني في كشف كان جاي منهم ضباط في امن الدوله منهم ضباط في البحث الجنائي الضباط اللي هم كانوا بيعتبروهم الاخوان كانوا بيعتبروهم اعدائهم طب الضابط ده احنا عاوزين نمشيه طب الضابط ده قال له طب يا فندم قال له تشلي مدير امن اسكندريه كان اللي هو خالد غرابه وتشلي مدير امن القاهره كان اللي هو محسن مراد وتشيل لي فلان وتشيل لي فلان وتشيل لي فلان قال له يا بس الناس دي من كفاءات قال له انا بقول لك الناس دي لازم تشال قال له ما اقدرش لان العمل حركه شرطه المجلس الاعلى انا يعني هطرح على امر شيلني انا يعني انا انا, أنا يعني مقابل انا شيلني وحضرتك طلع حركه زي ما انت عاوز قال له انا هدي لك فرصه يومين ثلاثه تنقح لي الاسماء دي وبعد كده مكتب الارشاد نشر بين اعضائه المنتشرين في كل المحافظات يروح المدير الامن يقول له انت هتمشي الاسبوع الجاي انت ماشي يروح لمدير المباحث يقول له انت ماشي يروح لفلان يقول له انت جاي اللي هم في آه البعض كان يعني قريبين مقربين منهم مقربين منهم فبقت مشكله كبيره جدا لغايه لما جه طبعا ده ما كانش بيحصل قبل كده في الدخل خالص خالص يعني على الاطلاق بتيجي بشكل آه. سري وبتعلن طبعا بشكل سري وليها قواعد وقوانين ويعني لها ليها تقاليد راسخه حركه الشرطه وبيعمل المجلس الاعلى م. واهم ناس في الوزاره هم اللي بيعملوا الحركه وليها لها قواعد ثابته لغاية قعدة الحركة دي في هذا العام أعلنت يوم 29 والمفروض أن التنفيذ يوم واحد شهر 8 لغاية لما جه واعتمد الحركة وتم الإطاحة بالبعض تم الاستجابه لبعض لكن وزير الداخليه نجح في الابقاء على مدير امن إسكندرية والابقاء على مدير امن القاهره ورفض ان هم يشيلوه انا مره ثانيه ارجو الحركه تتحملني انا ممكن اطرح بعض الاسئله اللي ممكن نفضل. تيجي على لسان حد ممكن بيشوف حضرتك حد ممكن يقول لك طب ما هو ده حق رئيس الجمهوريه ان هو يختار الكوادر اللي هي عايزة تشتغل معاه يعني لا حقه يختار وزير الداخليه لكن الحاجات الحركه الشرطه احيانا بتشمل حوالي 4000 ضابط يعني ملوش في مراية أن يتدخل في ظابط يعني ايه اللي يضير رئيس الجمهورية ان رئيس مباحث بولاه يبقى جمال ولا يبقى احمد؟ مش فارقه معاه لكن م. هو كان بينفذ تعليمات مكتب الارشاد محمد مرسي عيسى العياط كان مندوب مكتب الارشاد في القصر الجمهوري الفكره يا استاذ جمال دي يعني احد الاخطاء القاتله بالنسبه للرئيس مرسي ان هو يعني ما حكمش منفردا او من بالتأكيد وانه آه. وجود مكتب الارشاد اضر كثيرا برئيس مرسي خاصه وحرك حتى هنا يعني في صفحه 8 من الكتاب جايب صوره ل المرشد العام للاخوان المرشد العام للاخوان المسلمين يقول اذا ولينا الحكم فلن نتخلى عنه الهضيبي قال كده عشان كده مكتب الارشاد كان مصر وكانوا معتمدين ان ده يعني دي النهايه أعمل. لن يتركوا الحكم على الاطلاق يعني هم يعني ده اللي كان بيدير بالفعل مكتب الرشاد م. وكانت التعليمات بتيجي لمكتب الرشاد لاحمد عبد العاطي لمرسي وكان اللي بيدير المرشد محمد بديع ومعاه الرجل الاقوى في الجماعه اللي هو خيرت الشاطر م. ده يعني قولا واحدا ان كان كل دي تعليمات المرشد تعليمات خيرت الشاطر عزيزي. في هذه الحركه اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي حركه الشرطه مرسي كان عنده حاجه دمها خفيف قوي قال له طب انا عاوز اللي هو فلان يمسك مدير امن الشرقيه فمحمد ابراهيم ايه ده؟ يعني طب انت عاوز اللواء فلان يمسك مدير أم ايه ده؟ فالراجل اتجنن قال لك م. الله يبقى الراجل ده الداخليه اخترقت والراجل ده عميل للاخوان فقال له حاضر يا واللي هو ده كان موجود في حركه الترقيات؟ اللواء ده كان موجود كان نائب مدير امن حركه التنقلات كان موجود ما كانش اسمه موجود في حركه التنقلات بس كان موجود يعني موجود في الخدمه قال له انا عاوزك تودي لي الشرقيه دي بلد مرسي أه تودي لي اللواء ده مدير لامن الشرعيه فالل محمد ابراهيم قال له هشوف يا فندم افحص واعرض على المجلس على الشرطه ونشوف راح كلف الامن الدوله وكلف الامن الجنائي وكلامين على اللي هو محمد ابراهيم الاول اللي هو محمد ابراهيم الاول اللي آه. هو محمد, <تصفيق> محمد <تصفيق> ابراهيم يوسف آه يوسف قال <applause> له ايه حكايه اللي هو ده ده مين فالتحريات جت انه هذا الرجل اللي هو وطني ولواء محترم جدا لكن بتربطه علاقه حميميه مع دكتور محمد مرسي منذ ان كان دكتور محمد مرسي استاذا في جامعه الزقازيق وكان الراجل ده كان ماسك مدير المرور الشرقيه وكانت اتسحبت عربيه محمد مرسي الرخصه وراح له فالراجل جاب له الرخصه واتعامل معاه بادب واخلاق فهو كان شايل له ده فلما مسك لقى اسمه لواء قال لك لا يبقى هجيبه شرقيه واصر انه يجي وبالفعل كان اختيار مدير امن الشرقيه بقرار جمهوري مش بقرار المجلس الاعلى للشرطه وتم اختيار هذا اللواء مدير أزين. الامن الشرقيه. طيب. اذا اذنت لي وانا ما اعرفش برضه حجم المتاح لحضرتك انت تتكلم عنه لانه طبعا دي حاجه مهمه فكره المكالمه اللي كانت ما بين الرئيس مرسي وايمن الظاهر آه. يعني انا انا عايز استزيد في تفاصيل اكثر ويعني المكالمه تم تسجيلها ازاي يعني هامش المعلومات المتاحه همش المعلومات وهل تم اعتراضها وهل برضه هنا من اللائق او في صالح اجهزه الدوله ان يتم الاعلان انه تم تسجيل مكالمه لرئيس الجمهوريه في هذا التوقيت هي اجهزه دولة لم تعلن لم تعلن رسميا او, أو مين اللي سجل المكالمه؟ في اجهزه في الدوله للحفاظ على الامن القومي بتسجل للارهابيين ده امر متاح ويمكن في في قضيه يعني التسجيل تم انطلاقا من وجود امن الظواهري طبعا هو بيسجلوا لكل الارهابيين يعني كل المحادثات الارهابيه اللي بتيجي عشان قطع التمويل قطع التمويل وقطع العلاقات في فيتم تسجيل يمكن حتى كان ده كان مسار سؤال لرئيس محكمه الجنايات لما الدفاع قال, قال الله ازاي في قضيه التخابر المتهم فيها محمد مرسي فقال الضابط الشاهد انت ازاي بت بتسجل لرئيس الجمهوريه؟ قال له والله انا ما كنتش بسجل لرئيس الجمهوريه انا كنت بسجل لارهابي فلان فوجئت ان اللي على الخط الثاني مع محمد مرسي <applause> فبالتالي تم تسجيل هذه المكالمات <applause> المكالمات دي كانت مكالمات خطيره جدا الحقيقه يعني هم خمس مكالمات اه تم رصدهم وتسجيلهم اعلن عنها في حينها استاذ جمال لم لا, معلش لا لم لم يعلن عنها في حينها ولم يعلن عنها بشكل رسمي آه حتى الان لكن اه علشان كده نقول الحقيقه لأخذ يمكن هذه المكالمات آه يعني انا عرفتها من مصادر خاصه خمس مكالمات جمع الرئيس مرسي مع ايمن الظواهر المكالمة الأولى كانت بعد شهر من تولي محمد مرسي منصب رئاسي جمهورية وكانت يعني مباركة من أيمن الظواهري من أيمن الظواهري لمرسي وده كانت استمرت حوالي خمس دقائق وكان أيمن الظواهري في هذا الوقت في أفغانستان. الكلمة دي ما كانش فيها شيء لافت للنظر يعني ما كانش فيها شيء لا كان فيها كان فيها انا يعني اسمح لي ان انا هقراها بالنص يعني مبارك مباركه يعني لا مباركه وفيها الـ الاتفاق على خطوط معينه كان في هذا التوقيت شقيق ايمن الظواهري اللي هو محمد الظواهري آه متهم في قضيه العائدون من افغانستان وكان محكوم عليه بالاعدام وكان موجود في السجن فهو كان عاوز يخرج اخوه وعاوز يخرج القيادات طب الفسو الفسو. فقال الظاهري بيقول المرسي بيقول له وصلنا يعني بيقول لمرسي وصلنا ان انت بتطلب دعمنا لكم وللجماعة فظاهري قال له احكم اولا بشرع الله لنقف الى جوارك تأسيس دولة اسلامية باعلان رسمي وتمكين الاسلاميين من الحكم على طريقة الثورة الاسلامية في ايران ده رجعنا الكلام اللي احنا كنا يعني بنتكلم فيه إيران وتخلص من العلمانيين الكفره معارضي الاسلام وتخلص من معارضيك فليس هناك بدعه اسمها فليس هناك بدعه اسمها الديمقراطيه مرسي قال له نسير يا مولانا في تاسيس الدوله الاسلاميه الظواهري احذر دول الخليج فهي تساعد امريكا مرسي سنقوم بزياده التعاون مع ايران لوقف نفوذ دول الخليج في المنطقه الظواهري ردعهم واجب على كل مسلم يغار على دينه لانهم عقبه في تحقيق حلم الخلافه الاسلاميه مرسي الخلافه الخلافه الاسلاميه مقبله يا امير المؤمنين هذه هي يا امير المؤمنين, يا أمير المؤمنين. كان بيقول للظواهر يا امير المؤمنين هذا هو نص ال ال مره ثانيه وثالثه يعني عشان برضو نوثق لهذه الشهاده مصدرك ايه يا استاذ جمال مصدري في يعني مش عاوز اقول المصدر لا ايه يعني أو لكن يعني هي مصادر يعني امنيه مم. من المصادر اللي هي كانت مطلعه بهذه التسجيلات يعني الموضوع يعني دي دي موجوده مثلا يعني ممكن افهم انها موجوده في محاضر رسميه موجوده في محاضر رسميه و تم ذكر بعضها في قضيه التخابر المتهم فيها محمد مرسي بالتخابر لصالح جهات اجنبيه وتم الاستناد الى وتم يعني تم الاستناد تم, 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 تم السلعات السلعات هذه الشهاده في تم الاستناد في المحاكمه لبعض مش كل هذه لا انا انا قصدي هنا استاذ جمال ان انا بقول لاي حد بيشوف حضرتك انه ده مش كلام مرسل لا يعني مش كلام يعني, مرسل. يعني, يعني مش دي نص عند الاستاذ جمال لا 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 خالص هذه النهاية انه انا هحتفظ بمصدري هذا نص المكالمات وهذه بعض من يعود الى قضيه التخابر المتهم فيها محمد مرسي وعدد من قيادات الاخوان سيجد هذه طب جزء هو من هذه هو من المحكمة. السهل الكشف على عن وثائق زي في التوقيت ولا برضه في المحكمه في المحكمه فقط وكانت هذه المحاكمات احيانا بتكون سريه للحفاظ على الامن القومي لكن بما ان احنا يعني الحمد لله الاسرار بعض الاسرار انكشفت وعرفنا قد ايه هذه ان هذه الجماعه كانت جماعه دمويه ارهابيه بتتخابر على مصر حتى مع الارهابيين يعني لما مرسي يستعين بالظواهر اللي هو اخطر ارهابي في العالم واخطر تنظيم ارهابي في العالم ضد بلده فده يعني عمليه صعبه دي اول مكالمه كده انتهت دي, دي اول مكالمه المكالمه الثانيه كانت بعدها بشهر ونص اللي هو كان طلب منه رسميا الافراج عن وكانت مكالمه عتاب يعني مم. ده احنا أه هنا مثلا بنتكلم مثلا في شهر اغسطس او يوليو بالزبط. 2013 والتانيه كانت يوم 5 سبتمبر مرسي السلام عليكم هل هناك جديد الزواري قيدات التنظيم الدولي الاخوان وعادتنا بالدعم وبالتبرعات لمساعدتنا في الجهاد لكن لم يصلنا شيء مرسي الوعد سينفذ الظواهري نحن بمشيئه الله نؤيد وندعم كل حريص على الحكم بشرع الله. مرسي سنطبق الشريعه وفقا للمشروع الاسلامي. الظواهري عناصرنا كان لها الفضل في وجودكم خارج سجون الطغيان. ده الكلام اللي هو بيؤكد اقتحام السجون تم ازاي؟ الظواهري بيقول له عناصرنا كان لها الفضل في وجودكم خارج سجون الطغيان وكانه هنا يا استاذ جمال بيمن على رئيس مرسي وبيطالبه بيطالبه بالفلوس بي. للانفاق على التنظيم الدولي على اي ايا أي كان الفلوس هو كانوا بيطالبوا بالمقابل يعني بالمقابل طبعا بالتاكيد آه إذا, إذا صحت روايته هو أو ادعاه هو يعني إذا صحت رواية الظواهر أن هو الذي أخرج أو بالزبط. ساهم في إخراج الرئيس مرسي وبيقول له مساندتنا واجبة ومطالبنا صغيرة مطالبنا صغيرة وهي الإفراج عن رجال القاعدة والمجاهدين من سجون الطغيان في برج في العقرب وغيرها من السجون ودعمنا بالمال والسلاح في ليبيا واليمن وسيناء وان يكون جزء من المال مخصص لاسر المجاهدين وتدريبهم في سينا دي عفيد. المكالمه الثانيه المكالمه الثالثه اللي هي بيطالبوا فيها دي, دي, كانت بعد كم شهر في كانت في ديسمبر بعدها يمكن بشهر في ديسمبر 2012 واستمرت ثلاث دقائق وكانت المكالمات دي بتتم كان تم الافراج عن محمد الظواهري اللي هو شقيقه وفي محمد رفاعه الطحطاوي سفير محمد رفاعه الطحطاوي ومحمد رفاعه الطحطاوي ده ابن خاله ايمن الظواهري وابن خاله محمد الظواهري فكان يروح الرئاسه محمد الظواهري وكان رئيس الديوان الرئاسه محمد رفاعه الطحطاوي ويتم اجراء المكالمه في وجود محمد مرسي طب معلش برضه نقطه نظام اول مكالمه ايمن الظواهري هو اللي طلب تمام المكالمة الثانية المرسل يعني هي المكالمات مش يعني بيبقى ظاهر فيها في سياق المكالمة من اللي طلب لكن ال يعني في مكالمات أجراها يعني أغلب المكالمات كان مرسي هو اللي بيطلب عن طريق شقيقه محمد الظواهري ومحمد رفاعي المكالمة الثالثة كانت في شهر ديسمبر 2012 واستمرت ثلاث دقائق وكانت جاءت كالآتي الظواهري الموضوع اللي اتكلمنا فيه الجماعه بره بيقصد جماعه تنظيم الدولي اتاخر ولا جديد بخصوص الاماكن وغيرها للرجاله يقصد معسكر التدريب والاخوه كانوا طالبين التاسيس عشان موضوع الحرس يقصد الحرس الثوري في تاخير في تنفيذ ضرباتنا مرسي بالعكس احنا جاهزين لكل حاجه احنا محتاجين فعلا للحرس للتامين ده مرسي بيقول له احنا فعلا محتاجين للحرس للتامين ولدينا شباب متحمس لازم التامين عشان اي محاوله ضدنا التقارير بتحذرنا من محاولات الفلول اللي هو فلول النظام السابق للانقلاب علينا واطمئنك ان احنا لدينا خطه لتامين المعسكرات وعليكم سرعه ارسال المجموعه للتنظيم والتدريب الظاهر بيقول له الطغاه الذين ينفذون سياسه النظام الصهيو صليبي الامريكي المرسي بيقول له نسعى لتكوين جيش اسلامي من المتدربين والجهاديين والاسلاميين تحت قياده جيش الاسلام الظواهر بيقول له اطلب الافراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن والضغط على امريكا للافراج عنه كان في هذا التوقيت عمر عبد الرحمن يعني مسجون في امريكا وبالفعل ده حصل وتم الافراج عن عمر عبد الرحمن مرسي قال له موافق طبعا يا مولانا قال له وارجوك اعتقلوا شيخ الازهر قال له الدكتور احمد الع... الطيب الدكتور احمد الطيب لانه كانوا يعني عامل لهم شويه قلق الدكتور احمد الطيب وكانوا بيعتبروا ان الازهر ضدهم يعني هنا ايمن الظواهري يطلب من رئيس مرسي اعتقال الدكتور احمد طيب شيخ الازهر فالظواهر قال له العلمانيين المبتذلين بيخرجوا في مظاهرات لا طائل منها وانا عاوزك تعين الشيخ صلاح ابو اسماعيل نائب ليك يعني زي نائب لرئيس الجمهوريه لانه الكل يخشاه وإذا لم تطبقه شرع الله سنطبقه وعندك الشيخ عماد عبد الغفور ده من السلفيين يستحق الاحترام ولا بد من اعتقال شيخ الازهر وغلق هذه المؤسسة للمرة الثانية للمرة الثانية ويؤكد عليها, آه عليها وغلق هذه المؤسسة بالكامل اللي هي مؤسسة الشريح الأزهر, الشريح الازهر 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 الشريف وإياك والسلفيين لانهم ينفذون اجندات خارجية يعني هنا ضرب ايمن زهر ضرب في شيخ الازهر وضرب في الجماعه السلفيه طب ازاي وهو بيقول له عين صلاح ابو اسماعيل عين كشخص, كشخص. صلاح ابو اسماعيل كشخص لكن قال له يعني هنا خلي بالك من الـ ما هو الشخص ده محسوب على التاريخ السلفي استاذ مرسي رد عليه قال له ايه السلفيين مرحله لمساندتنا ثم بعد ذلك سيتم استبعاده يعني هو بيقول خلي بالك من السلفيين ما امان قال له دي مرحله هستعين بيهم لمرحله معينه وبعد كده سيتم يعني, يعني هنا وكان ايمن الظواهري بيقول له عين صلاح ابو اسماعيل درءا لخطوره السلفيين لخطوره السلفيين لانه آه السلفيين ما امان بالنسبه او او كسبا لود السلفيين كسبا لود السلفيين فمرسي قال له السلفيين دول مرحله في حياتنا كجماعه وبعد ما تستتب الامور بالنسبه لنا ها هيتم استبعادهم. <applause> الظواهري قال له انصحهم بالنص كده انصحهم بالتي هي احسن واذا لم يستجيبوا عليكم بتطبيق القصاص عليهم لسكوتهم عن الحق السلفيون لن يتعاونوا مع الاخوان على نشر تعاليم الاسلام والاتحاد على نشر الخلافه بل يتعاونوا مع القوى المحظوره والعلمانيين وعليهم العوده للحق واذا لم يعودوا فطردهم سيكون واجب حتمي عليكم مرسي طردهم منين طردوهم من إين؟ طردهم من الـ من, الـ من, الـ من الاقتراب من الاخوان يعني يعني آه. او عاوز يدمجهم في الاخوان دخلت طردهم بره الـ <applause> لا لا يعني. <applause> مرسي قال له تعاليم الله يجب ان تطبق وتنفذ الظواهر الظواهر بيقول له عليكم بتطبيق تجربه باكستان وافغانستان في مصر واعدام كل من يخالف الشريعه واعدام المنتمين لاعلام العلمانيين اللي هو الاعلام بتاعنا اللي كانوا عاملين له يعني اسماء وحاطينها على قوائم الاغتيالات لان الاعلام يساعد كل من يخالف الشريعه واعلام المنتمين لاعلام العلمانيين الذي يساعد على نشر الفجور ومساعده الخوارج على انتهاك الشريعه لا نعترف بدستور علماني وليس هناك دستور تحكمون به ستحكمون فقط بحكم الله مرسي يا امير الحق اتخذنا قرارات رادعه في مواجهه هذه القله واجراءات تشريعيه جديده تحد من هذا الاعلام وفي القريب العاجل سنغلق هذه القنوات وسنقوم بانشاء منابر اعلاميه تحس على الجهاد ستكون هناك قضاء قناه فضائيه ثابتة لك ولرجال القاعدة ويمكن بس هذه القناة من أفغانستان لتعليم أشبال الإخوان الظواهر بيقول له هؤلاء الإعلاميون يعملون مع خصوم الشريعة وردع الإعلام ضروري فالقوى العلمانية متحالفة مرسي قريبا سنوفي بعهدكم تجاه بعهودنا تجاهكم استاذناك استاذ جمال نتوقف عند هذا القدر من هذه الشهاده المهمه على ان نواصل الاسبوع القادم باذن الله لانه هناك الكثير من النقاط المهمه اللي حضرتك اثرتها وبحاجه لاستكمال الحديث عنها. تحت امرك ويسعدني اهلا وسهلا. اشكرك بشكل شكرا. يعني مؤقت الى ان نلتقي الاسبوع القادم الكاتب الصحفي الاستاذ جمال حسين الكاتب الصحفي بالاخبار شكرا جزيلا لك على وعد بلقاء ان شاء الله الاسبوع المقبل باذن الله شكرا جزيلا لحضرتك. وايضا الشكر بوصول لحضراتكم على ان نواصل الاسبوع المقبل باذن الله الاستماع لهذه الشهاده المهمه الى اللقاء